صحيح. وحصل فعلا وربنا حقق نتائج كويسه، وكنت بدي حوافز عشان احفز تشجع طبعا من رحله طبعا. الاحباط اللي هم كانوا فيها. صحيح. الحقيقه برضو يعني في المناسبه دي برضو انا يعني بهني سياده الدكتور كمال الجنزوري اللي لعب دور يعني صحيح. هام ورئيسي مع سياده المشير طنطاوي صحيح ومعانا في الفتره دي صحيح، واسال الله ان يمتعهم بالصحه والعافيه. يا رب يا رب يا رب يا فندم. اتوجه برضو لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الاعلى للشرطه، نعم، وبقول له ان ما تم من جهود متميزه حققت نتائج في كافه المجالات والمحاور فهو اعجاز وليس انجاز. الله، فهو اعجاز وليس انجاز. الفتره دي هو اعجاز وليس انجاز، وليس انجاز، لان ذلك تم في زمن قياسي. صحيح. فتره حكمه، فتره كلمه حق. صحيح. والكلام ده كان يتطلب ال 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 وكان ليه أثره الملموس، الحقيقه أثره الملموس الطيب لدى المواطنين. ايوه ايوه. وكان الكلام ده كان يتطلب لتحقيقه، انا بقول كده يعني ده رايي الشخصي، اكتر من 20 سنه. ده في تقديرك انه الانجاز الانجاز ده كان مش في اقل من الحياه، كوافه حركه الحياه في مصر. صحيح صحيح. يطلع في ال 20 سنه، هو اتعمل يمكن في اقل من زمن الحكم اللي حضرته كان صحيح. موجود فيه. صحيح. والحقيقه بوجه شكر ربنا ان يوفقه دائما للوصول الى مصر الجديده زي ما هو قال ان شاء الله. عايز ان شاء الله ان شاء الله يا سيادة الوزير. بشكرك فندم. اخر حاجه بقى، ايوه، بوجه بقى تهنئتي للسيد الوزير محمود توفيق، نعم، وزير الداخليه، وبقول له النتائج ايجابيه والحمد لله والشغل كويس. الحمد لله. بتمنى لي استمرار التوفيق والنجاح. يا رب.